هنا بمقر السفارة الفلسطينية بالجزائر تم إيقاد شعلة انطلاق الثورة الفلسطينية في ذكرها 56، ذكرى تجدد تمسك الفلسطينيين بمواصلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي. نحتفل في الذكرى 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، الثورة المسلحة التي انطلقت بعد نكبة 48 وبعد محاولات طمس الهوية الفلسطينية والتخاذل الذي رأيناه في الساحة العربية. مستنقع التطبيع هو يأتي من الأنظمة الفاسدة، أنظمة عربية لا تمت للعروبة والإسلام بصلة، وهي تخون بهذا التطبيع، بالمستنقع التطبيع تخون الأمة العربية وتخون المبادئ والإسلام وتخون القدس والمقدسات. جمعيات المجتمع المدني أبت إلا أن تشارك الفلسطينيين إحياء الذكرى، وكلها تأكيد على وقوف الجزائريين مع القضية الفلسطينية. الفيدرالية الجزائرية للسلام والإنسانية برئاسة السيد بلقاسم شيحاوات دائما حاضرة مع فلسطين. احنا كما قلناها كامل الجزائريين كنا نحكي انه فلسطين معها ظالمة او مظلومة، لا للتطبيع، وما فيش قرار اخذ راح تاخده الجزائر من غير انه نحن مع فلسطين 1000%، هم اولاد الحجارة ونحن معهم. 56 سنة تمر على انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة، ثورة يبقى شعارها التمسك بالارض والهوية الفلسطينية.